تحل مشكله الفوكس دي. هقرا كل حاجه مكتوبه على السكرين وبعدين هستعمل الصبوره شويه برضه علشان يبقى فيها. انا اسمي دكتور معتز اماد، استاذ مساعد فيزياء ستيت يونيفرستي في نيويورك، واستاذ زائر في جامعه دويد للعلوم والتكنولوجيا. اهلا بيكم كلكم، ثانك يو فور كامينج. اللي انا بسميه تحدي، يعني يمكن يكون احسن من تحدي كيكي بحته شويه، اللي هو بتاع ان اقول لك جنراتيفيتي في 4 ساعات بحيث انك الى حد ما تتعلمها. طبعا انا بوجه كلامي لابنائنا الطلبه اكثر من زملائنا واساتذتنا اللي موجودين، اللي بشكرهم كثيرا على وجودهم هنا. بس ده الديزاين مقدم للطلبه من الدرجه الاولى، علشان برضو مشكله الوقت، التشالنج بتاعت الوقت اللي انا بتكلم فيها. فانا حطيت ويب سايت عليه النوتس بتاعتي كامله، هو كتاب في طور التكوين. لو انت معاك دلوقتي تابلت داخل على الانترنت ولا اي حاجه، ممكن تنزل دلوقتي حالا وتتابع معايا، لان معظم الكلام هيبقى جاي مباشره من هذه النوتس. ديك 30 ثانيه كده ولا حاجه تنقل التايني يو ار ال ديت، هي tinyurl.com/y2krjqh2. دي اصغر حاجه قدرت اجيبها، اللينك الاصليه شكلها قد كده فصغرناها شويه كده. تحاول تنزلها لو معاك تليفونك او معاك تابلت ولا حاجه تقدر تتابع، ما معكش مش مشكله، بعدين تقدر تنزلها وهتلاقي نفس الكلام اللي انا هقوله وباستفاضه اكتر من كده شويه. الهدف من مجموعه المحاضرات دي اني اوصلك الى general understanding of ما هي الثيوري، الجنرال ثيوري اوف ريليتيفيتي، مع شيء من الماثيماتكس برضو اللي يديك خلفيه. طبعا ما اقدرش ادعي انك هتطلع من هنا بتقدر تقعد تحسب على طول، بس على الاقل في البيسكس بحيث ان انت تقدر تقراها في مكان ما، سواء في النوت بتاعتي او في اي مصدر اخر، تقدر برضو ايه تبقى فاهم انا شفت دي قبل كده الى حد ما. واحب ابتدي بتصحيح خطا شائع، هي ما اسمهاش نظريه النسبيه العامه، هي ما اسمهاش كده خالص، هي اسمها النظريه العامه للنسبيه. كلمه العامه تعود على كلمه نظريه ولا تعود على كلمه نسبيه، ولذلك بنقول قل ولا تقل، ما هياش the theory of general relativity، مع انه خطا شائع وانا نفسي بعمله، هتلاقيني بقوله عادي جدا، تلاقيه يقول لك general relativity، لكن هي ما اسمهاش كده، هي اسمها the general theory of relativity. لان هي ما فيش غير نسبيه واحده. من الاخر، النسبيه اللي انت بتدرسها في سنه ثانيه او سنه ثالثه دي حاله خاصه من النسبيه الرئيسيه، ولذلك بنسميها special theory of relativity. الجنرال ثيوري تعميم لهذا الكلام، او هتشوف ازاي في الاخر انها يعني سبيشال ثيوري حاله خاصه جدا منها زي ما بنقول. العنوان بتاع المحاضرات كلمه فيزيكس ان كوفاريانس، وانا بعتقد انه موضوع الكوفاريانس دوت موضوع هشرحه لك طبعا، بس هو انا بعتبره الاساس في النظريه النسبيه العامه بصفه عامه، وهتستغرب انك هتكتشف ان انت عارفه، بس يمكن عارفه تحت مسميات مختلفة. ما شفتوش قبل كده تحت المسمى اللي هقوله. دي نمرة واحد. يعني لذلك هعمل لك ايه؟ هعمل لك إعادة تعريف بعض الأشياء اللي أنت بالفعل عارفها، وهتقول إيه ده الكلام ده أنا عارف ده. هو بيعيد بيكرر ليه؟ لا أنا هبكرر لأني هعيد تعريفه. نمرة اثنين، هعرف لك لغة جديدة قد تكون شفتها أو ما شفتهاش، هذه اللغة بيسموها التنسور لانجوج، أو في بعض يعني يمكن مور أدق بدل كده بيسموها الإندكس لانجوج. هتلاقي برضو انك غالبا شفتها، يعني ما اعتقدش ان انت شفتهاش. فانا عشان اشرح لك كبدايه ما هو معنى الكوفاريانس بمنتهى البساطه، كلمه كوفاريانس المقصود منها هنا ان قوانين الفيزياء are invariant under coordinate transformations. بمعنى حضرتك هتكتب لي قانون للفيزياء وتحسب النتائج بتاعته in a choice of coordinates cartesian ايا كان، واحد تاني هيكتب نفس القانون in a different choice of coordinates spherical مثلا ايا كان، الارقام هتطلع مختلفه. موافقين؟ متفقين، لان دي مكتوبه في كارتيجن ودي مكتوبه في سفيركل، ولكن النتيجه الفيزيائيه هي هي. تيجي تحسب مثلا معادله الحركه بتاعه فري بارتكل هتطلع لك خط مستقيم من كارتيجن، برضه هتطلع لك خط مستقيم سفيركل، بس المعادلتين شكلهم مختلف. يعني هي دي الفكره. فانا لما بقول فيزيكس از كوفاريانت بقى انا بقصد ان انا هصيغ قوانين الفيزياء بصوره انها اطلعها invariant under any coordinate transformation، ويعني اقدر اطبقها في اي وضع زي ما انا عايز. كمثال نيوتن سكند لو اف ايكوال تو ام اي، لما اجي اكتبه في كارتيجيان كوردنتس بقول والله انا عندي اف اوف اكس، الاكس كومبوننت بتساوي
الماس تايمز اكس دبل دوت، حيث طبعا الدوت هي الدريفيتيف بالنسبه للتايم، نفس الشيء بالنسبه للواي، ونفس الشيء بالنسبه للزد لو انا حبيت اكتبها ان 3 دايمنشن. طيب تعالى بقى عيدي صياغه القصه دي في بولار كوردينتس، وهو تعريف البولار كوردينتس كده. ممكن انت نايفلي زي ما بنقول يعني من غير ما تاخد بالك تيجي تقول ايه هي الباترن، ايه او الشكل العام، ايه الشكل العام؟ ان الفورس بتساوي ماس تايم سكند ديريفيتيف اوف كوردينت. تقوم عندك كده واخد بعضك وشايل اكس حاطط مكانها رو يطلع لك ام رو دبل دوت، وشايل واي حاطط مكانها فاي يطلع لك فاي دبل دوت. طبعا ده غلط، واي طالب في الثانويه العامه هيبص عليك كده يقول لي يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده، ده اليونتس غلط اصلا. فالموضوع مش ببساطه ان انا اشيل اكس واحط رو واشيل واي واحط فاي، لا انا لما اجي احسبها يطلع لي منظر مكلكع شويه، واخد بالك؟ فلذلك انا بقول ان الصيغه اللي انا فرضت انها بيها نيوتن لو بالاول ما هيش كوفاريانت، هي ما بتشتغلش في اي كوردينت سيستم. الباترن اللي انا اخترته ما هواش يخضع ليه البرنسبل اوف كوفاريانت. انا عايز اصيغ القانون بحيث ايا كان اختيارك للكوردينت سيستم اروح معوض فيه يطلع لي نتيجه صحيحه ايا كانت. هي دي التشويس الاولاني. تاني حاجه ماشي ادي ملخص اهو رايت البلان بتاعتنا، يعني active to write the laws of physics in a language that works in any coordinate system حتى لو بتتكلم special وجنرال. دي حلقة الموضوع بقى. انا هبتدي معاك في الاول اللي هجيب سيرة special relativity وهجيب سيرة جنرال. هنتكلم اول ساعة على الاقل ويمكن نفيد شوية كلاسيكال عادي خالص. الميكانيكا بتاعة سنة اولى وسنة ثانية وسنة ثالثة اللي ما فيهاش لا نسبية ولا بتاع. وهصيغها بطريقه معينه بحيث هذه الصياغه اروح واخدها حاططها في النسبيه تروح شغاله على طول. واوفر الوجع القلب بتاع الماثماتكس اللي مشهوره بيها جنرال تيفيتي انها صعبه. لا هي مش صعبه، هنشوف. الحاجه الثانيه ان انا عايز اعرف كوانتيتي معينه تو ديفاين ذا متريك اوف كوردينتس فروم ويتش ايفريثينج بين قوسين بيني وبينك تقريبا از فاوند. هعرف لك كوانتيتي معينه، هذه الكوانتيتي برضو انت عارفها بس انا هسميها مسمى اخر، هسميها ذا متريك. وهقول لحضرتك من المتريك ده انا اقدر اعرف مليون حاجه. انا اقدر اعرف الكوردينت سيستم اللي شغال بيه ايه، انا اقدر اعرف الكوفاريانس اللي شغال بيه ايه، نوعيه الكوفاريانس اوف كوردينت اللي شغال بيه ده. انا كمان اقدر اعرف ده سبيشال ريليتيفيتي والجنراليتيفيتي كلهم من الالف الى الياء اصيغهم بصيغه هذا الشيء المسمى المتريك. طيب نخش شويه تفاصيل. ابتدي من سنه اولى. 3 dimensional Euclidean coordinates بمعنى انا عادي خالص ال 3 dimensional x y and z. ابسط coordinate system بتشتغل بيه الكارتيزيان سيستم coordinates. علشان من الاول اختصر لك الامور انا هعيد المسميات. انا بدل ما هسميه x y and z انا هسميه x1 x2 and x3. بحيث لما اجي اقول لك عندي x سوبر سكريبت اي والاي دي بتعد من 1 ل 3 تعرف ان انا اقصد الثلاثه السبيس الاصليين. طبعا هنا لما اعيد صياغه هذا الكلام انا مش بعملها كده كروته وخلاص، لا ده انا ببتدي معاك لانجوج ذاتس جوينت تو بي اكستريملي باورفول تو يوز في اي واحده من النظريات اللي هنتكلم فيها. في ريسك طبعا موجود ان انت تشوف معادله بهذا الشكل او قيمه بهذا الشكل تقول لي اكس سكوير واكس كيوب. لا ما يعني خلي بالك من الحته دي، في فرق ما بين الكيوب والسكوير وما بين اعاده ترقيم الاشياء. ماشي ادي الكارتيجيان كورنت سيستم ابسط سيستم بنتعامل معاه. ان 3 دايمنشنز انت عندك كورنت سيستمز ثانيه انت فاميليار بيها، يعني سلندريكال كورنتس مثلا المسافه اللي هي اللي في الاكس واي بلين خلاص بقى هنسميه اكس 1 واكس 2 واكس 3 نسميها رو، الازيموثال انجل فاي، الارتفاع زي، والعلاقات ما بين الكارتيجيان على الشمال والسلندريكال على اليمين. ان اكس رو كوساين فاي، واي از رو ساين فاي، واكس 3 اللي هي زد في نفس الوقت. مهم قوي ان انا اتفق ان هو ده الكلام لان انا هرجع هاخد نفس البرنسبل بتاعت ان انا يوجد علاقات ما بين كورد سيستمز بعضها واستعملها في مور ادفانس ستاف. اخر مش اخر بس اخر اشهر نوع من الكورد سيستمز انت بتستعمله في الفيزياء هو السفيريكال كورد سيستم. العلاقات ما بين الكارتيجيان والسفيريكال ليتل بيت مور كومبليكيتد بس كلها قائمه على تريجونومتريك ريليشنز ما بين الحاجات دي وبعضها. هل بس كده خلصت الموضوع ده؟ لا احنا بنضحك عليك بقى ما بنقولكش ده في تاني، ده في قصص طويله. يعني مثلا عند حضرتك حاجه اسمها اليبتيك سلندريكال كوردينتس،
U وV وZ. والعلاقة ما بينهم بين X1 و X2 و 3 هي كده involved كوش وسنش ومش عارف ايه. من المفيد ان انت تفكر في different coordinate systems بالجريد او المش اللي بترسمها. يعني تيجي تقول لي ايه spherical coordinates. spherical coordinates انا اقدر اتخيلها ان انا عندي surfaces of constant r هما spheres و surfaces of constant theta اللي هما cones و surfaces of constant phi اللي هما planes في vertical plane. أنا نفس الشيء أقدر أتعامل في بتوع دول. أقدر أقول إن surfaces of constant U ellipses. بس للأسف الفوكس مش بينهم قوي. surfaces of constant V are hyperbolas. نفس الشيء في ما يسمى بدي اسمها parabolic cylindrical coordinates. كل دول parabolas. parabolas واقفة فوق كده وparabolas واقفة تحت والعلاقة ما بينهم وبين cartesian معطاة إن هو بنفس الشيء. وهكذا يعني في مجموعة كبيرة جدا من coordinate systems اللي انت ما بتشوفهاش كتير بس موجوده وكلها بالغالب لما تفكر فيها كده كلها غالب قائمه على حاجتين. الحاجه الاولانيه الجيومتريك سيرفيسز اللي هي بتعرفها سيرفيسز اوف كونستانت سفير سيرفيسز اوف كونستانت مش عارف ايه. وكمان احنا غالبا بنتعامل بيهم انهم كلهم بيربنديكولار على بعض اورثوجونال كونستانت. يعني الجريدز اللي انت شايفها دي كده بيربنديكولار على بعضها. كل ما تيجي تقيس اي زاويه ما بين اي خط من دول هتلاقي 90 درجه. في نون اورثوجونال كونستانت سيستم موجود يعني في الكتب بس مش هنتعامل. طيب ندخل بقى في الخطوه اللي بعديها. انا قلت لك ان حرفت حاجه اسمها ذا متريك. سربرايز انت تعرفه بالفعل. ذا متريك ان كارتيجيان كوردينتس ليس الا البايثاغوريان ريليشن شيبس اللي انت تقدر تعرفها ما بين طول خط والدلتا اكس والدلتا واي بتاعته. ولذلك انا اقول ايه الكوانتيتي دي انا هسميها ذا متريك بدل ما اسميها ذا بايثاغوريان سيستم. هسميها ان انا عندي المسافه من نقطه 1 لنقطه 2 بتساوي دلتا ال بتساوي دلتا اكس سكوير زائد دلتا واي سكوير وتحط زد تبقى دلتا زد سكوير. عايز تكتبها بصيغه الديفرنشال فورم ماشي دي ال سكوير دي اكس 1 سكوير دي اكس 2 سكوير. وخلي بالك هنا ايه عندي اندكس وعندي باور عندي اندكس وعندي باور عشان ما يحصلش لخبطه. ده انا اقدر اكتبها كمان بالاندكس لانجوج زياده كمان. ده انا اجي اقول ايه دلتا ال سكوير بتساوي سميشن اي من 1 ل ان دي اكس اي كل سكوير. ده انا هكتبها على السبوره دي علشان دي هنرجع لها كمان شويه. فانا اوضح من اللي كنت تكتب عليه. دي اوضح انا شايفها مش انا شايفها اوضح. طيب ال سكوير بتساوي سميشن اي بتساوي 1 ل 3 في الحاله بتاعتي وانا عندي دي اكس اي ايكوال كده. اوضح فعلا؟ ما طلعش اوضح. واضحه واضحه. ها؟ واضحه احسن شويه؟ طيب طبعا يعني من مميزات دي من الحاجات اللطيفه من مميزات استخدام الاندكس نوتيشن ان انا بسهل على نفسي ما سيتاتى. انا دلوقتي in 3 dimensions بس انت in relativity انت بتطلع 4 dimensions. فانا كل اللي انا عايزه في معادله زي دي ان انا اغير الرقم اللي فوق ده. لا بقى انا هزيدك من الشعر بيت كمان. ده احنا ناس في ناس كده ما نعرفهمش ما لناش دعوه بيهم اسمهم بيشتغلوا في string theory بيشتغلوا في 10 dimensions و 11 dimensions و 12 كمان. يعني انا ايه هحط n هنا كده ايا كان بقى هزيد n بقى انت زي ما انت عايز. فدي برضه احد مميزات حته ان انا غيرت المسميات واديتها رقم بدل ما انا مديها اسم. انا اقدر اعمل نفس الحركه في الكورنت سيستمز بقى اللي انا لسه ما اعرفهالك. وعاده حضرتك مثلا سلندريكال دي ال سكوير بتساوي دي رو سكوير ده رو سكوير دي فاي سكوير. انت عاده بتستنتج دي من الكالكولس يعني تروح كاتب العلاقات مع بعضها واخد الديفرنشال وتربعه وتجمعه ويطلع لك معادله اويلر وساين سكوير زائد ساين سكوير يطلع واحد مش عارف ايه صح كلنا طلعنا في الموضوع ده. ونفس الشيء هنا اهو سفيريكال كوردينتس بس جنرالي بقى ودي نقطه برده مهمه. انا اقدر اجيب علاقات بان انا اكتب معادله عامه. يعني اقدر اقول ايه الباترن بتاعتهم ايه الباترن بتاعتهم ان انا عندي دي ال سكوير بتساوي حاجه في دي يو سكوير ايا كان اليو دي تكون رو تكون ار تكون ثيتا مش هامين زائد كوانتيتي في دي في سكوير زائد كوانتيتي في دي دبليو سكوير. واقدر احط معادلات مش مهم يعني مش مهم تفصيلتها مش قضيه معادلات بسيطه بتقول لي لو انا عندي العلاقه اف اند اونلي اف انا عندي العلاقه ما بين الاولد كوردينيت سيستم والنيو كوردينيت سيستم انا اقدر استنتج هذه الكوفيشنتس بان انا اخد تفاضلات منهم بس كده باترن عشان بقى ما تتحججليش مثلا
ودي بتقول لي ياه ده الاليبتك سنتك دي صعبه. لا يا سيدي مش صعبه، اديني العلاقات وخد بس الديفرنشال اليمنتس بتاعتي وحطها في البتاع اللي يطلع لي المتريك بتاعها. انا هنا حطيت برنسبل لطيفه قوي ان طالما انا عندي ريليشن شيبس ما بين الاولد كورنت او النيو كورنت انا اقدر استنتج اي متريك يعجبني واتس اوفر. ماشي خليك خلاص تمام. دي تعريفات وزي ما قلت لك زي ما وعدتك هتلاقي انك تعرف اوريدي انت عندك فكره يعني واشتغلت في حاجات كتير منها. انا بس زي ما تقول ايه يعني بعيد صياغه اللانجوج كده يعني متسحب كده هو بعيد صياغه اللانجوج بطريقه اصلا. طيب في لانجوج ثانيه او مش ثانيه استمرارا لفكره ان انا بكتب كل حاجه في صيغه اندسيز هي بصفه عامه بقى عايزين بقى نحط شويه ريجرس رولز بقى دي بنسميها the index notation. وبدل ما اقرا انا يعني ممكن اكتب شويه بس بجد فعلا باينه البتاع صحيح باينه يعني واضحه المعادله. الاندكس نوتيشن هي بتحقق عندي حاجتين. اولا الاختصار في الشك ان انا الكلام ده يعني ابسط بكتير جدا خصوصا لما بقى اروح هاير دايمنشنز. ثانيا الباور بتاعتها هتبان كمان خمس دقايق. تعال نشوف فيكتور عادي خالص. فيكتور عادي خالص بتاع سنه اولى ادي في الاكس كومبوننت اكس هات واي كومبوننت واي هات الزي كومبوننت زي هات كارتيجيان كوردينيتس وما فيش اي مشكله خالص. ولو حبيت تعمل تعرف ما هو معناه الدوت برودكت هتيجي تقول لي طيب لو انا عندي في دوت يو باخد الفي اكس واضربها في اليو اكس زائد الفي واي واضربها في اليو واي زائد الفي زي واضربها في اليو زي. ماشي في امريكا بنقول زي فانا اتعودت عليها مش بقول زد غالبا. هعيد بقى ديفايننج بقى. انا هغير هذه اللانجوج من اللانجوج اللي بتكتب فيها كل حاجه لوحدها للانجوج الترقيم للاندكس لانجوج. هقول هاخد اليونت فيكتور ان ذا اكس دايركشن هسميه اي 1 وهاخد اليونت فيكتور ان ذا واي دايركشن هسميه اي 2 واليونت فيكتور ان ذا زد دايركشن هسميه اي 3. عادي التسميه مش اكتر من كده. وهعمل ايه؟ هاخد الاكس كومبوننت بتاعت الفي واسميها في 1 والواي كومبوننت بتاع الفي هسميها في 2 والواي كومبوننت هسميها في 3. لاحظ لاسباب سوف تتضح لاحقا اني عرفت نوعين من الاندسيز واحد تحت وواحد فوق. هتقول لي ليه؟ هقول لك لغايه دلوقتي مفيش سبب بس انا بتلكك عشان بعد كده لما اقول لك السبب تبقى واضحه. يبقى انا الفيكتور بتاعي هيتكتب بالشكل ده بقى بدل ما اكتبه واقعد بقى اكتب ثلاث اربع ترمات انا هكتب فيه بيساوي سميشن اي من واحد لان بقى زي ما انت عايز 3 4 5 6 في ابر اندكس اي لاني عرفت الفيكتور ان الابر اندكس بتاعه هو اللي بيعد واليونت فيكتور اي هات اي عرفت الفيكتور بهذا الشكل. دي الاندكس ثالث. لا ده كمان في حاجه ثانيه. بعد شويه لما نكتب معادلات مور ديتيلد عن ده هنلاقي ان بقى العمليه بقت مزعجه قوي ان انا كل شويه احط سميشن سمبل سميشن سمبل سميشن. انت هتلاقي دبل سميشن وتريبل سميشن وكوادروبل سميشن وزي ما انت عايز. فعمك اينشتاين شخصيا زهق من الحكايه دي. قال لك وانا هكتب كل شويه سميشنز يا عم شيل السميشن في بتساوي في اي اي هات اي. طب يا عم البرت احنا هنعرف منين ان في سميشن؟ قال لك والله شوف اول ما تشوف اندكس فوق واندكس تحت والاثنين زي بعض تعرف ان في سميشن. مش محتاج بقى السميشن. طب هعرف الليمت بتاع السميشن ازاي؟ قال لك لا يعني بقى تبقى عارفينها من قبلها ان الاي دي بتعد من واحد لايا كان معروفه بقى من قبلها يعني مش لازم بقى تحطها لي في كل معادله ما يعرف عرفها لي مره واحده واشتغل بالمنظر ده. دي بيسموها اينشتاين سميشن كونفنشن. وزي ما قلت لك ده سميشن اندسيز. في انواع من الاندسيز اللي انا عرفته لك ده اسمه سميشن اندسيز appears twice and only twice in each term. طيب هل دي هتسبب لي مشكله؟ اه ممكن تسبب لي مشكله. يعني مثلا دوت برودكت. تعالى يا سيدي هو احنا مش قلنا اقدر اخد الدوت برودكت بتاع فيكتورز في دوت يو خلاص هاخد واحد فيهم هسميه في اي اي هات اي دوت يو اي حيث يو ده فيكتور تاني اي هات اي.
اول ما تكتبها كده you have violated the rule of submission indices لان الاندكس اي موجود اربع مرات. لا قال لك لا الاندكس submission لازم يبقى مرتين فقط لا غير. بس ما فيش مانع ان انا غير الاسماء يعني مش هيجرى حاجه. بدل اي هسمي واحد فيهم جي يا سيدي يا سلام جيت في جنة. المحتوى بتاع هذه المعادله ان في دبل سميشن يعني لو حبيت تحط السميشن اندسيس السميشن سيمبلز تاني انت بتعمل سميشن على اي وبتعمل سميشن على جي كده. وهعيد بقى ايه ترتيبهم بقى هذا الشكل. مفيش مانع اي ترتيبهم نحط الارقام جنب بعضها ونحط الفيكتورز لان هم دوتد نحطهم جنب بعض. دي مهمه قوي حته السميشن اندسيس القاعده بتاعتها دي في منتهى الاهميه. وانت بتحسب كده وبتحل معادلات لو غلطت فيها هتبقى طب في الحاله دي بقى ما دام انا نقلت السبوره الثانيه ممكن النور اللي جنبها يعني بدل ده ممكن انا كنت فاكر اني هشتغل هنا فطلبت النور ده لكن لو هشتغل هنا ممكن ناخد النور ده بس ورا ورا خالص شايفين؟ لا مش مزرعه حاجه مزرعه. طيب ما شاء الله شباب بقى ايوه احنا اهو دي العواجيز اهو دوبك يعني. طيب ماشي الكلام ده انا بطول في المواضيع دي ليه؟ لان هو ده الاساس. انت لو اتعودت على اللانجوج دي والله انا مستعد احلف لك على المصحف جنراتيفيتي هتبقى لعبه اطفال بالنسبه لك. الكالكوليشنال سبيكينج اللانجوج بتاعت الاندسيس دي مهمه واللانجوج دي انا بعرفها لك هنا وانا لسه 3 دايمنشنال بتاع سنه اولى انا ما رحتش بعيد خالص. طيب ده انا العب بقى اكتر من كده ده انا اقدر اجي اقول ايه؟ طيب انا قعدت صياغه الدوت برودكت وكتبته بهذا الشكل لاحظت ان انا عندي اليونت بيسس فيكتورز بتاعتك اللي هم كنت سنه اولى بتسميهم اي هات جي هات كي هات فاكرهم؟ طلعوا عينك سنه اولى يسموهم لك اي هات جي هات كي هات سنه ثانيه يروح قلب لك اس هات واي هات زي هات. طب ما اكمل الاول يا عم مش مهم ما عليك. المهم انا مسميهم ايه 1 2 3 الدوت برودكت بتاعهم حاجه من اثنين يا واحد يا زيرو خلاص. فانا هعرف قيمه جديده كوانتيتي جديده انت عارفها برضو انا واثق انك شفتها قبل كده هسميها كرونيكر دلتا حيث ان هذه الكرونيكر دلتا يا واحد يا زيرو. واحد لو الاندسيس شبه بعض وزيرو لو الاندسيس مش شبه بعض صح. فانا اروح اعد كتابه الدوت برودكت باستخدام الكرونيكر دلتا في دوت يو هتبقى في اي يو جي دلتا اي جي كم سميشن؟ تنين على كم اندكس؟ تنين صح؟ دوت برودكت مظبوط كده زي الفل. المهمني برضو ان انا اقول لك ان المتريك نفسه اقدر بقى اكتبه بالصيغه دي دي ال سكوير بتساوي دلتا اي جي دي اكس اي دي اكس جي دبل سميشن افتحوا يا سيدي هيفتحوا هيتبقى لك ايه دي اكس سكوير زائد دي واي سكوير زائد دي سكوير زي سكوير باثاغوريا ثيوري من اول واضحه. انا طبعا للاسف بسبب الوقت يمكن ما بقاش اخد اسئله بس يهمني برضو ان ايه ما نتحركش غير لما تكون الناس كلها واضحه بالنسبه لها. كل ده كارتيجيان كورنس كل ده زي الفل يعني. ده انا بلعب لعب تاني كمان ده انا اقدر بقى اعرف كوانتيتيز ابر ولور زي ما انا عايز يعني مفيش مانع ان انا اعيد صياغه الكلام ده واكتبه كده في اي يو جي تحتانيين بقى دلتا اي جي. لا ده انا ممكن العب اكتر من كده كمان ده انا ممكن اقول في اي فوق ويو جي تحت والهايبريد كرونيكر دلتا بالمقلوب كده. هتقول لي ايه الحاجات دي وانت مش لسه معرف الاندكس ابر ولور؟ اقول لك اه ماشي بس ان كارتيجيان كوردينتس ما تفرقش هم كلهم واحد بس بشرط اني التزم بقواعد السميشن اللي بتقول لي ان السميشن اندكس لازم واحد فوق لازم واحد تحت. في كارتيجيان ما تفرقش بس عشان اجهزك لما سياتي خلينا نتعود على فكره ان في واحد فوق في واحد يعني. الدلتا اي جي لور والدلتا اي جي ابر والدلتا اي جي ميكس ديت او بيسموها هايبرد نفس الحكايه كلهم نفس الشيء يا واحد يا صفر ما فيش حاجه جديده خالص. طيب بص لي بقى على الايكويفالنت برنسبلز دي كلها مش احنا اتفقنا دلوقتي ان كل دول ايكويفالنت تو اتش اذر كل دول ايكويفالنت تو اتش اذر. طب انا هلعب معاك لعبه احلى من كده ده انا حاجه استنتج من المنظر ده علاقات ما بين اللور انديسيز والابر انديسيز يعني مثلا انا ممكن اجي اعرف مثلا ايه
اقول تعالى هاخد دي كده واديها اسم يو جي دلتا اي جي ماشي. هلاقي ايه؟ انا عندي سميشن على جي بس مفيش سميشن على اي، اي ده لوحده. ولذلك علشان تعمل بالانس الايكويشن اللي على اليمين لازم يكون فيه اي وتكون ايه؟ ابر. اللي ابر دي هسميها كده. كاني اوجدت علاقه ما بين اللور اندكس اندسيز والابر اندكس اندسيز باستخدام ايه؟ باستخدام الكرونيكال دلتا بالمنظر. في الحاله دي الاندكس اي بيانترودوس معايا ا نيو تايب اوف اندسيز، ما هوش سبميشن اندكس. ليه؟ لانه مش طالع مرتين، مش مطبق عليه الرول. ده بنسميه فري اندكس. فري كل شروطه انه لو موجود على اليمين لازم يبقى موجود في كل ترم على الشمال، ولو على اليمين ابر لازم موجود في كل ترم على الشمال ابر، او لور لازم موجود في كل ترم على الشمال ابر. بس كمان خلي بالك ان هذه المعادله هي في الواقع ثلاث معادلات مش معادله واحده. ده في معادله لاي بتساوي واحد لوحدها، ومعادله لاي بتساوي اثنين لوحدها، ومعادله لاي تساوي ثلاثة لوحدها. اعتقد ان عندي سلايد فيها التفصيله بتاعتها. اهي اهي نفس اللي انا كاتبه هناك بالظبط، بس بالعكس يمكن انا هنا معرف الابر بعلاقه اللور، بحيث انه الفري اندكس حط بواحد يطلع لك يو 1 كذا، حط باثنين يطلع لك يو 2 كذا، ثلاث معادلات حسب انت النمبر اوف سبيس اللي انت فيه. لو انت ان ان دايمنشنال سبيس يبقى انت المعادله من هذا الشكل هي في الواقع ان معادلات. هو ده الفري اندكس. في اختلاف وفي فرق مهم قوي لازم نحطه دلوقتي ونبقى متفقين عليه ما بين الفري اندكس وبين السميشن اندسيز. السميشن اندسيز ار تو ديفرنت بيستس مختلفين عن بعض. ماشي؟ أنا كده افهموا عنها. الأخيرة بس اللي مش واضحة. الأخيرة مش ها؟ الأخيرة مش قوي. طب أقول لك حاجة أنا عاملها لك بالتفصيل. أهي يو أي، طيب اختار أي إيكوال 1. ماشي، أي إيكوال 1 يعني يو 1 بتساوي. تعالى بقى نعملها المرة دي من ناحيتي. من ناحيتي إيه؟ من ناحيتي في سميشن إندكس، فلازم أفك السميشن. هيبقى كالآتي: يو دلتا الاي ب 1 لان لازم الفري اندكس يبقى ذا سيم، فالاي هتبقى ب 1. الجي سميشن فهيطلع لي 1 زائد 2 زائد 3. صح؟ واضح؟ طيب دي ايه؟ زيرو. كرونيكال دلتا دي ايه؟ زيرو. دي ايه؟ واحد. يبقى يو ابر واحد بتساوي يو لور. اه هي نفس القيمة بس انا اوجدت هذه العلاقة. اعمل معادلة ثانية ليو 2 واعمل معادلة ثالثة ليو 3 يبان لك ايه حتة الفري اندكس دي بتلعب ده على شكلها. مفيش مانع يبقى في سؤال ولا اثنين طالما انه سؤال مهم، لان دي نقطة مهمة لازم برضه الواحد. الاي اللي تحت دي فوق يا ها؟ الاي اللي تحت يو 1 بتساوي 1 فوق بقى. لا المعادلة. لا القيمة بتاعتها القيمة المحتوى القيمة بتاع يو ابر 1 بيساوي المحتوى القيمة بتاع يو ابر 1. ماشي؟ فور جيفن اي. فور جيفن اي. القيمة جواها، يعني لو دي ب 6 دي ب 6، لو دي ب 15 دي ب 15. هتشوف ان النون كارتيجن كورنتس في تعديل. They're not the same. بس انا زي ما بقول ايه بتعود عليها من الاول حتى في كارتيجن كورنتس اللي هي ما تهمنيش. ولذلك حضرتك لما تلاقي في كتب كتير في الميكانيكا بيستخدم كلاسيكال كارتيجن كورنتس ما يعرفش ابر ولور لانه بيشتغل كارتيجن من اول كتاب لاخر. يهموش. بس انا عشان هشتغل نون كارتيجن يهمني. نفس الحدوته اذا ما فهمتهاش هنا تفهمها في الدريفيتيفز. انا الدريفيتيفز بتاعتي قائمه على الدال والنبل. هعيد الصياغه. تعال كارتيجن. الدال والنبله. الدريفيتيف اللي هو يعني حبيب الملايين. عباره عن ايه؟ عباره عن اي واحد دي باي دي اكس زائد اي اتنين دي باي دي واي وهكذا. يبقى انا اقدر اصيغ هذا الدل ان اقول اي هات اي دي باي دي اكس اي، وهناك ايه؟ سميشن. سميشن واحد اتنين تلاتة. ازيدك من الشعر بيت واختصر الفيلم ده وهكتبها كده. حيث ان البارشال سيمبل اي ده اختصار دي باي دي اكس اي. ولذلك اقدر اقول ان دي واحد
زيها زي اللي انت كنت بتسميها دي باي دي اكس، ودي 2 دي باي دي واي، دي 3 دي باي دي زي. بناء على هذا انا بس انا ما عرفتش حاجه، انا عرفت لك تكتب فيكتور ازاي. خلاص انا عامل الداله على انه فيكتور، هدي المسمى ارقام بدل ما اديله مسميات، مش اكتر من كده. تعالى بقى اطبق الكلام ده على الدايفرجنس. بس دايفرجنس من اهم الحاجات اللي بنستعملها في الماثيماتكس، دايفرجنس اوف ا فيكتور. طب ما ده دوت برودكت زي اي زي دوت برودكت. خلاص انا بعمل ايه في الدوت برودكت؟ باخد السميشن اندكس، فانا اقدر كتبته بهذا الشكل. حاجه اقول ايه دي اي مثلا في اي بهذا الشكل، واقدر اكتبه دي لور في ابر. لا ده انا اقدر العب بقى وادخل الدلتا، يا سلام، دلتا اي جي دي اي في جي، او الدلتا الثانيه دلتا اي جي دي اي في جي. يعني انا عملت الدل على انه فيكتور عادي خالص، وكل الرمز اللي انا عرفتها في السلايد اللي قبل كده طبع على الدل، مفيش مشكله خالص. اقل هذه المعادلات اختصارا نستعملها يا سيدي، مفيش حاجه. هاي دي ابسط واحده فيهم مثلا، دي او دي مفيش مجراش. عايز تحط الكراكل ده تحط. معلش في السطر الثاني هو كان الاول عندنا 2 لور، بعد كده لا بعد كده بقى عندي واحد لور واحد ابر. دي المفروض تبقى كده لور لور يبقى ابر. لور لور يبقى ابر بالظبط، تحت التحت يبقى فوق، زي اي معادله جبريه عليه. ثانك يو فور كاتشينج. مظبوط. انا مش همني بقى ابر ولور، لان انا في السطر اللي قبليها استبلش ريليشن شيب ما بين ابر ولور باستخدام الكروكر ده، بس يهمني ان ترتيبهم مظبوط، يهمني ان زي ما انت قلت كده ترتيبهم. واقدر اعرف اللابلاسيان، مش هكتبه بقى اهو. لابلاسيان ده عباره عن ايه؟ ديل دوت برودكت ما بين الديل وبعضها. خد يا سيدي اهو دوت برودكت ما بين اثنين، بارشال اي لور بارشال اي ابر، بارشال اي ابر بارشال اي لور، او كرونيكر دلتا. ماشي مش مشكله خالص. تعامل معامله الفيكتور، الديل تعامل معامله الفيكتور. حلو الكلام. كارتيشن كورنتس خلصناها، نعمل ايه بقى في نون كارتيشن كورنتس؟ اهي انا بقى هقول لك، هفكرك بالكلام اللي قلناه في اول كام سلايد. اذا كان ده هو المتريك ان كارتيشن كورنتس، وانا كاتبه هناك في صوره دوت برودكت، دلتا اي جي دلتا اكس اي دلتا اكس جي. انا بقى بدعي، مش بدعي، انا بعرف، انا بدي تعريف ان في النون كارتيشن كورنتس بدل دلتا كرونيكال دلتا هشيلها واحط مكانها كوانتيتي جديده هسميها جي. هذه الجي ممكن تكون حسب ايا كان، يعني مثلا لو انت في سلندر كورنتس هذه الجي هتبقى اول واحده بواحد، ثاني واحده بار سكوير، ثالث واحده بار سكوير سان سكوير ثيتا. خلاص هم دول الفاكتورز اللي كتبتهم قبل كده. يعني انا باجي بقول النون كارتيشن كورنتس او جنرال كورنتس بصفه عامه، المتريك بتاعي is a quantity gij dxi dxg زيها زي الكرونيكر دلتا بالظبط. هذه الجي اي جي انا اقدر اكتبها في صيغه ماتريكس، بس هذا الماتريكس بقى في الكرونيكر دلتا كان ايدنتيتي ماتريكس، انا هنا مش ايدنتيتي ماتريكس، انا هيبقى عندي حاجه نون زيرو نون واحد في الدايجونال وزيرو في الاوف دايجونال لو الكورن بتاع السيستم بتاعي اورثوجونال، لان لو مش اورثوجونال هيبقى فيه اوف دايجونال كومبوننتس، بس احنا مش هنتكلم في الموضوع ده. خلينا الكورن سيستمز المتعامده على بعضها اللطيفه اللي دمها خفيف. فانا بقول ان انا هشيل زي ما عملت بالظبط. طيب انا اقدر خلاص، يبقى انا في الحاله دي مثلا في حاله سفيريكال مثلا دي دي ال سكوير بتساوي دي ار سكوير زائد ار سكوير دي ثيتا سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير ثيتا دي فاي سكوير. خلاص يبقى انا جي 1 1 ب 1، جي 2 2 ب ار سكوير، جي 3 3 ب ار سكوير ساين سكوير هسميه بقى، هدي له اسم بقى. انا نظرا لانه جاي من المتريك، ما ده المتريك اللي انا عرفته وسميته قبل كده، فانا جي اي جي دي هقول عليها الكومبوننتس اوف ذا متريك تنسور. التنسور دي بتخض، اي حد يسمعها ما اعرفش ايه يجنن. معلش انا هستسمحك ان الحاجه تعرفها 10 دقايق كمان، انا هستعملها بس هعرفها لك والله ما تقلق، هعرفها لك. انا هسمي جي اي جي ده ذا متريك تنسور، مجازا هسميه ذا متريك تنسور، بس هو في الواقع ذا كومبوننتس اوف ذا متريك تنسور. زي في اي ما هياش الفيكتور في، هي الكومبوننتس اوف فيكتور، بس يعني بنكروت في الكلام. طيب فاكر لما من شويه كتبت
الفيكتور في از ابر اندكس وفي اي هنا اهو نفس الشيء هعمله ان الكارتيجيان كوردينتس بس بدل اي هستعمل بيسز فيكتورز اللي هم بقى في الكوردينت سيستم اللي انت شغال بيه لو سفيريكال كوردينتس مش عندك بقى ار هات وفاي هات وثيتا هات وبتوع دول في الهواء دول اهو انا هسميهم جي هات اي ايا كان الكوردينت سيستم بتاعي ده انا العب من كده ده انا ادعي ان زي ما عملت في الكارتيجيان كوردينتس خدت اي هات اي دوتد وذ اي هات جي وطلعت لي دلتا اي جي انا ادعي ان الجي هات دول اللي هم البيسز فيكتورز مش ضروري على فكره يكونوا يونت ممكن يبقوا نون يونت البيسز فيكتور ان البيسز فيكتورز ان نون كارتيجيان كوردينتس يتبعوا نفس الباترن جي هات اي دوتد وذ جي هات جي المفروض تديني الكومبوننتس اوف ذا ماتريكس لا انا كل حاجه عملتها صح لاحظ الباترن اللي انا باسسه هنا انا باسس باترن جزء كبير جدا من شغلنا في الفيزيكس ان دايما تحاول تخلي الموضوع as systematic as possible انا دايما بقول ايه بقول عايز احط لك وصف الطبيخ تمشي عليها خطوه اولى كذا خطوه ثانيه كذا خطوه ثالثه كذا طبعا فاهم بيحصل ايه لكن لو مشيت على الخطوات مظبوط انت هتؤدي الى النتيجه الصحيحه وده اللي احنا بنحاول نعمله بالظبط وهي دي فكره الكوفاريانس انا عايز احط وصفة امشي بيها تشتغل في اي كوردينت سيستم يعجبني هنا بقى الطبخه اهي الوصفه اهي any physical law in cartesian any physical law in cartesian coordinates using the index notation using e hat using delta وبعد ما تخلص اعمل الاتي شيل كل دلتا احط مكانها جي وشيل كل الاي هات واحط مكانها جي تبقى المعادلات بتاعتك كده بصنع بالقدر بتقدر تتحول من كارتيجيان الى اني نون كارتيجيان هنا انا بقول المعادله بتاعتي از كوفاريانت تشتغل تحت اي كوردينت سيستم واتس ايفر من غير ما اغير فيها حاجه خالص ماشي دي الحركه دي بنسميها مينيمال سبستيتيوشن انا حافظها صم كده اكتب لي المعادله ان كارتيجيان وشيل اي حط جي وشيل دلتا حط جي اي جي خلص تحولت المعادله من كارتيجيان الى اني نون كارتيجيان طبعا اني نون كارتيجيان يستتبع ذلك انك تقول لي هما ايه يعني اني واحد يعني جي اي جي دي محتوياتها ايه بس ماشي مش مشكله دي بقى دي تتصرف فيها لما تيجي تحط القوانين مع بعض كويس امثله بقى تعالى بقى كل اللي كتبناه قبل كده فاكر يو ابر جي دلتا اي جي يو لوور اي اللي لسه حللها على السبوره شيل الدلتا وحط الجي لو احنا صغيرين كان في حاجه اسمها شيلوا الضو وحطوا شاهين بعد كوره طبعا الجيل ده ما بيتكلمش قلبه قلبه لا بس انا الحمد لله نافعين لان هنشيل الضو اللي هو الدلتا ونحط جي تحولت العلاقه ما بين ابر اندكس يو ولور اندكس جي مش بقى الدلتا لا لجي وخلي بالك بقى لاول مره الجي بتاعتي هتبقى مختلفه عن 1 و0 معنى هذا الكلام ان يو 1 مختلف عن يو 2 ان يو 1 ابر مختلف عن يو 1 لور المعادله اللي انا لسه ماسحها حالا وكنت بحسبها لك دي هنا بقى يستتبع ان اليو ابر اندكس واليو لور اندكس ار نون تريفيال دي ار نوت ذا سيم ثينج اني مور لان الجي اي جي ما هياش دلتا اني مور خلاص طبعا الكتب بتستخدم تفاصيل كتيره قوي يعني في ناس في كتب تقول لك ايه وسمي اللي فوق كونترا فاريانت واللي تحت كونتر مش عارف ايه واللي فوق سميه ايه واللي تحت سميه ديفرنشال فورم كل دي تفاصيل ما تهمنيش في شيء انا بالنسبه لي ابر ولور مينيمم بتربك القارئ او الاستاذ اللي بيجي يشرح يعني احنا بنبسط العمليه هنا بتاعت الكونترا وال انما لما بيجي بتدقق في يعني هي كلمه كوفاريانت مخصصه لكو وفاريانت فاريانت يعني معنى الاول عشان الواحد يفهم بالانجليزي كويس لازم يتيقن المعنى او المفهوم بالعربي كويس تمام انما مجرد ان انا اخد الحاجات ازقتها هي كو انا بعتبر ان كو كمصطلح وفاريانت كمصطلح فاريانت معناها الاساسي ايه؟ لا هو يعني لا بس اللي عندي لان مخي بيترجم كده مش انا بقول الكتب بتقول ايه؟ تمام انا عاوز افهم على حسب ما مخي بيفهم بالعربي تمام فاريانت يعناها متغير تمام وكو معناها متحد او متعارض متغير معاه ها؟ متغير معاه متغير معاه لما اجي اشبك الاثنين مع بعض دول
بلاقي المعنى في كو فاريانت يبقى كونترا فاريانت مش متغير معي في الانتقال العكسي. صح انا فاهم كده ولا تمام؟ مظبوط بحاول انا اطبق المفاهيم دي اللي حضرتك بتقوله صحيح تمام. ما بلاقيش بتتسق مع لما بخش في الغلط في الاليمنتري بارتكل فيزكس وفي الحاجات واللور ومش عارف والحاجات دي بتلخفني الحاجات دي كده. لا ما انا هدي حضرتك مثال بعد شويه بس هيبقى مثال اظرف شويه يوضح الموضوع. هو طبعا بتوع الماثماتكس يعني ده هو ايه بتوع الماثماتكس بيحاولوا ان هم يجيبوا فيرست برينسيبلز از ماتش از بوسيبل بس بتنتهي بيهم الموضوع الى تعقيد زياده عن اللزوم بالنسبه لنا بنحاول نكسوها لحم زي ما نكسوها لحما وانا بالنسبه لي كسوتها لحما ايوه هي المعادله دي العلاقه بين الابر واللور فقط لا غير. طبعا انا ممكن اعقدها ممكن زي بتوع الماثماتكس اه لا يا جماعه ده مفيش غير فيكتور واحد والتاني is a differential form living on a tangent space of the manifold. يا نهار اسود طب وليه يا عم الله يسيب والله بجد تعالي فاتحه بقى في كتب الماثماتكس بقى ده ممكن نقعد فيها 3 ايام. لكن انا بسهلها ليه؟ انا بسهلها لان هي دي الكالكوليشنال كوانتيتي اللي انا عايز اوصلها. انا عايز اوصل مع الطالب في كورس الكسور بهذه السرعه الى انه يشوف الحاجه يعرف يعملها كالكوليشن. ما يهمنيش الديبر مينينج بتاعها ايه ده ليتر ليتر انما انا بتاع فيزياء بيهمني الديبر مينينج ده من الاخر خالص تمام. هي ممكن تشرح ببساطه بحيث انها تقرب من الناس كلها. يعني لو انا بصيت على البيز فيكتور بتاعتي ان انا كبرتها الكوفاريانت هيكبر معايا قيمته الكومبوننت بتاعته هتكبر الكونترافاريانت قيمته هتظهر ماشي ما عنديش مانع هناك مليون طريقه بس ايه اقصر الطرق التي تؤدي الى روما؟ العلاقه دي هي دي. انا داعي ان هذه العلاقه فيها كل الميت اللي انتوا بتتكلموا فيه بس هذا الميت مستخبي شويه عشان الوقت مش اكتر. بعيد صياغه بقى كل المعادلات الدوت برودكت بتاعتي اللي عملتها قبل كده شيل الجي شيل الدلتا وحط الجي شيل الجي الدلتا لور حط الجي لور شيل الدلتا ابر حط الجي ابر شيل الدلتا ميكس بس هتفضل زي ما هي ميكس. وفي الاخر بعرف الدوت برودكت از 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 كونتراكشن او سميشن بين واحد ابر واحد لور. مهم جدا انه هذه المعادلات علشان تتحقق بهذا الشكل المهم جدا ان الجي والابر بتاعها والجي لور بتاعها يحقق ان هم انفرس اوف ايتش اذر. بمعنى ايه؟ لو اعتبرت ان دول ماتريسيز الجي لور ليه انفرس ماتريكس جي ابر لو ضربتهم ببعض يدينا الايدنتيتي ماتريكس. لو ما عملتش كده هذه السكيلر برودكت يبوظ دوت برودكت يبوظ. فدي انا في تصوري اقصر الطرق لي الى روما. ممكن يكون علاقه يعني لا انا لو هتكمل تاني في الديفينيشن بتاع يو ابر ويو لور بيبقى لا كمل الجنرالايزد كوردينيتس ليها علاقه شويه بالجي جي الجديده الجنرالايزد كوردينيتس كيو لما كنا شغالينها من تونيا لاجرانج هل ليها علاقه شويه بالجي دي يعني؟ لا الموضوع تاني. لو كنت نبت مني صباح الخير لان احنا وصلنا دلوقتي الموضوع هتركز فيه قوي قوي. عندي في الفيزيكس حركة اسمها parallel transport. هذه الحركة بعملها معاك من ثانوي وبضحك عليك وما بقولكش تفاصيلها ايه. باجي اقولك ايه؟ اي فيكتور؟ فيكتور معرف بالماجنتيود بتاعه وباتجاهه. لو حطيته هنا هو فيكتور. لو حطيته هنا هو نفس الفيكتور. لو حطيته هنا هو نفس الفيكتور، صح؟ لان الفيكتور ما يهمنيش نقطة انطلاقه منين. كل اللي يهمني ماجنتيود اند دايركشن. حركه ان انا نقلته من نقطه لنقطه دي بيسموها بتوع الماثماتكس بارالل ترانسبورت لان عملت ترانسبورت للفيكتور بارالل تو اتسلف اني وير ان سبيس. صح؟ بحتاجها في ايه؟ بحتاجها لما اجي اعمل مثلا سبتراكشن او دوت برودكت حتى. عندي فيكتور في محطوط هنا وفيكتور يو محطوط هنا، طيب عشان اعمل سبتراكشن واكمل المثلث باخد الفيكتور يو واعمل له بارالل ترانسبورت لنفسه وقت ما يوصل لي للنقطه اللي انا كنت فيها وبعدين اشتغل، ما ينفعش اشتغل قبل ما اعمل الحركه دي، دي النقطه. اللطيف في الموضوع بقى ان انا ما بيهمنيش الحركه ديت وانا بشتغل كارتيجن كوردينتس لسبب ان في كارتيجن كوردينتس مهما تحرك الفيكتور الكومبوننتس بتاعته هي هي صح؟ اكس اهي وواي اهي مفيش اي حاجه مش نوت سو النان كارتيجن كوردينتس. النان كارتيجن كوردينتس انا عندي مشكله فانا هضرب لك مثال واضح وصريح بولار كوردينتس ابسط نان كارتيجن كوردينتس على وجه الارض الجريد بتاعتها اهي
رو وفاي ادي فيكتور اهو. الفيكتور ده الماجنتيود بتاعه كذا وبيشاور على اليمين. ليه كومبوننتس؟ الكومبوننت بتاعته في اتجاه رو بنان زيرو، الكومبوننت بتاعته في اتجاه فاي بزيرو. خد نفس الفيكتور واعمل له بارلل ترانسبورت سموير ايلس والكومبوننتس تتغير. يتحول الفيكتور من كومبوننتس مثلا سي هنا مفيش رو كومبوننتس خالص، ده هنا تانجنشال سيركل في اونلي فاي كومبوننت، وهنا في الاثنين. يعني نفس الفيكتور لما شلته من حته وحطيته في حته ثانيه الكومبوننتس بتاعته اتغيرت، ما هو نفس الفيكتور. طيب عشان اعمل طرح وجمع وضرب ودوت برودكت للفيكتورز دي ان نون كارتيشن كوردينتس انا لازم اكوركت الكومبوننتس، صح؟ يعني انا عايز احسب عملت ايه للكومبوننت اي للفيكتور ات بوينت سي لما نقلتها من بوينت اي، ضفت او طرحت ايه، لانه اتغير في كوانتيتي هنا عمل التغيير لهذا الفيكتور. ما بنقولكش الكلام ده في الكارتيجن كوردينتس لان ما تفرقش في الكارتيجن كوردينتس، في النون كارتيجن كوردينتس هي اللي بتفرق. ده اللي اعمل كده كمان ديريفاتيفز يا باشا، لما تاخد فيكتور وتاخد منه ديريفاتيف، مش ده تعريف الديريفاتيف بتاع السنه الاولى؟ طب ما هو انفولف نيجاتيف، ده معناها ان هذا الفيكتور انا لازم اعمله بارالل ترانسبورت قبل حتى ما اعمله ديريفاتيف. فزي المعادله شغاله حلو قوي ان كارتيجن كوردينتس، بس النون كارتيجن كوردينتس انا لازم اصحح هذا الفيكتور علشان لما انقله من نقطه لنقطه حتى لو انفينيتيسمال ديستانس لازم اعمل له هذا التصحيح. التصحيح بيبقى شكله كده، الكومبوننت اي اوف ذا فيكتور في بارالل ترانسبورتد بتساوي الكومبوننت اي اوف ذا فيكتور في الاصليه زائد او ناقص سم كومبوننت دلتا في، بحيث ان لما اجي اعمل ديريفاتيف بشيل الفي الثاني دهوت واحط مكانه البارالل ترانسبورتد في. هذا الديريفاتيف الذي يعمل في اي كوردينيت سيستم انا هديله اسم بسميه كوفاريانت ديريفاتيف، لان كلمه كوفاريانت اجين في الكونتكست بتاعي ده معناها ان الايكويشن بتاعتي بتشتغل ان اني كوردينيت سيستم. طيب هذا التعديل، هذا التعديل شكله عامل ازاي؟ تعالى نرجع تاني للصوره اللي فاتت بتاعت البولار كوردينيتس. انا نقلت الفيكتور من هنا وديته هنا، الكومبوننت في ار اكتسبت حته والكومبوننت في فاي اكتسبت حته. هذه الحته يو كان جس، طبعا اي كان بروف ات ان مور ديتيل بس عشان الوقت، يو كان جس ان هذه الحته ديبندز على الاوريجينال كومبوننت اوف ذا فيكتور وديبندز على المسافه اللي مشيتها، صح ولا مش مظبوط؟ فانا ام جوينت تو بوستوليت ان الدلتا في اي دي از بروبورشنال لفي جي، هديله اندكس ثاني، ودلتا اكس كي هديله اندكس ثالث، اللي هي الحته اللي اتحركتها من هنا لهنا. علشان الانديسيس تتظبط ما بين الشمال واليمين انا مضطر احط ا كونستنت اوف بروبورشناليتي، مش كونستنت بس ا كوانتيتي اوف بروبورشناليتي يكون فيها سميشن على الجي وسميشن على الكي وفري اندكس على الاي. هذه الكوانتيتي هي اللي بدور عليها، هذه الكوانتيتي هي اللي بتعمل تصحيح للبارالل ترانسبورت لما حركته من مكان وديته لمكان تاني. هذه الكوانتيتي اسمها ذا كريستوفل سيمبلز ان اونر اوف الراجل اللي اسمه ادوين كريستوفل دوت اللي هو اول واحد استعمل. طبعا برضو يعني انا عارف ان انا بعمل شيء من التبسيط، ولكن ان كارتيجيان اتليست ان سوري ان اوردينري 3 دايمنشنز والكلام ده كله يكفينا هذا النوع من الـ من الـ من الدقه يعني. طيب حلو قوي، يبقى انا هنا اقدر بقى اجي اقول لحضرتك انا خلاص الحمد لله كتر خيرك انا عملت ديفينيشن لنوع جديد من الديريفاتيفز، هذا ديفينيشن لنوع جديد من الديريفاتيفز يشتغل في اي كوردينيت سيستم واتس ايفر، هسميه كوفاريانت ديريفاتيف، وبدل ما اقعد اكتب كلمه كوفاريانت انا هديله اسم هسميه دلتا واديله الاندكس بتاعه بهذا الشكل. هذا الكوفاريانت ديريفاتيف بيكون يو كان شو في النوتس اللي انت عملتها داونلود يو كان بروف ان علاقته بالاوردينري ديريفاتيف لازم داخل فيها هذا الكوركشن بتاع الموشن بارالل ترانسبورت من حته لحته. خلاص في لانجويج ثانيه بعض الكتب بتستعملها اكتبها على السبوره مفيش مانع، انه مثلا ايه يقول لك بدل ما اسميه دلتا مثلا في كي بالمنظر ده يعمل حركه يروح كي وحاطط سيمي كولون كده اي، ولو بارشال عادي خالص في كي يحط كوما اي. انا ما بحبهاش الحقيقه لانها مش باينه ومش واضحه
والواحد لما بيقراها في الكتب بيبقى اللي هو يعني معلش بقى النظر الواحد ما بقاش زي زمان ما بقاش شايف الكوما من السيمي كولون فما بحبهاش بستعمل المثلث عادي خالص الدال والنبله زي اي كده انا عملت عمليه التفصيل you can show again برضو without proof انا في حاجات مش هقدر اعمل لها بروف عشان الوقت بس you can show ان الكريستوفال سيمبلز ديت اللي هي as far as I'm concerned مجرد تصحيح للبارالل ترانسبورت بتاع اني فيكتور you can show اولا ان هما سيمتريك في اللور انديسيز بتاعتهم يعني ما تفرقش جي كي ولا كي جي دي نقطه مهمه when you can show برضو ان انت تقدر تستعمل تستنتجهم من الكومبوننتس اوف ذا متريك بتطبيق هذه المعادله فيها ديريفيتيف اوف فاكر في الاول خالص لما قلت لك ان انا هعرف لك المتريك وهدفي من تعريف المتريك اني احاول على قدر الامكان استنتج منه اي حاجه اي حاجه فادي اول حاجه ان هذه الكريستوفر سيمبلز اللي هي التصحيح اللي انت بتعمله في البارالل ترانسبورت ليست الا مجموعه من الديريفيتيفز للمتريك نفسه والبروف موجود في هنا كلمه متريك بقى ترجمتها العربي بقى ايه علاقتها بالمتر ملهاش علاقه بالمتر ايه كلمه متريك متريك تنسب لا انا بقول على متريك لوحدها ماشي متريك. هل معنى هنا قياسي ولا الحقيقه وقتها اللي هي الترجمه العربي الترجمه العربيه دي برضه يا ريت انت ساعدنا فيها ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا اليوناني يعني عشان الترجمه ايوه عشان اي كانت حلوه طب طب ناخدها من ورا يعني كانوا قالوا عليها جيوديسي كانت بتاع كلمه كانوا قالوا عليها جيوديسي لا الجيوديسي ده الجيوديسيك اللي هو اصلا طيب اللي هو ده مش المتر ده مش المتر دكتور احمد لو سمحت ممكن نخلي بس النقاش بس عشان الدكتور خلاص لانه محدود برضه معلش يا سيدي لما هو كل سنه يكرر كلمه مش لازم نترجمها مش مستوعب كلمه متر ما عرفتها ما التعريف بس عندنا كلمات كتير مش بالعربي ايوه مش عارف تنصر بيقولوا على الممتد باين تنصر بيقولوا على الممتد انا ايه معلش الحقيقه دورت على مسلسل دي مش مشكله دلوقتي يا دكتور احمد عايز الترجمه عشان الرساله بس ما عرفتش الترجمه دي مش مشكله دلوقتي يا فرحت مش مشكله اصل المشكله والله بعدين يا دكتور بس مش هنقف مسميات اتفضل عندك ترجمه لكلمه تنسر يعني خلاص يا دكتور خلاص اتفضل اتفضل احنا بنستخدمها في كتب تنسر ولا خلاص عشان نتكلم على ذكر التنسر بنكتبها في العربي تنسر على ذكر التنسر مش مهم الاسم ايه المهم معناه بالظبط كده كونسبتس صح هو ده اللي انا عايز اوصله في التنسر بقى انا دلوقتي بيجي لي اسئله كتير صح يا حبيبي اتفضل يعني ايه تنسر طيب انا هضرب لك مثال لطيف قوي انا عندي ظواهر فيزيائيه ما ينفعش فيها الفيكتورز وانا يمكن الجا لك كم خمسه زي ايه مثلا هوكس لو يا سيدي هوكس لو هات لي الاستيك ماتيريال واتك عليها من اليمين والشمال يحصل لها كونتراكشن او لو شدتها يحصل لها اكسبانشن والدايركشن اوف كونتراكشن دايركشن اكسبانشن از ان ذا سيم دايركشن از ذا فورس عظيم هات بقى الاستيك ماتيريال جنرال زي حته استيكه كده واتك عليها من اليمين والشمال هل التشينج بتاعها از ان ذا سيم دايركشن جزء منه او جزء منه انا بقول لك بمنتهى البساطه برضو تبسيط التنسر هو الذي يتعامل مع هذا التغيير في الاتجاه تغيير في الاتجاه التنسر ده هو الشيء الذي ينقلك من اتجاهات معينه لاتجاهات اخرى حسب نوعيه الحاله الفيزيائيه اللي انت فيها لو الحاجه في نفس الاتجاه يبقى الفيكتور بتاعك شغال زي الفل ولذلك الفيكتورز ار سبيشال كيس اوف تنسرز لكن التنسرز بصفه عامه تاخد اتجاهات وتنقلها لك في اتجاهات اخرى الكوز بتاعها اذا سيرتن دايركشنز والايفكت يبقى ان مالتيبل دايركشنز بمنتهى البساطه ده معنى الفيزياء لكلمه تنسر ماتيماتيكلي اكتبه ازاي زي ما بكتب فيكتورز بالانديسيز برضو بس هعوز انديسيز زياده بقى لان الفيكتور ما يهموش هو اتجاه واحد على اليمين وعلى الشمال لكن تنسرز لا ده انا يمين وفي فوق وفي تحت وفي الناحيه دي ده في بقى بالدياجونال وفي يعني فيلم بقى واخد بالك فهعرف الكومبوننتس اوف ذا تنسر از مالتي اندكس كوانتيتيز شويه منهم فوق وشويه منهم تحت وهسميها رانك كذا عدد الانديسيز اللي فوق هسميه بي وعدد الانديسيز تحت هسميه كيو على هذا الاساس الفيكتورز نفسها ار سبيشال كيس A vector is a rank 1 tensor. لو upper index يبقى rank 1 0, lower tensor rank 0. Scalars, rank 0 tensor. واخد بالك؟ بس انا المتريك تنسور نفسه جي اي جي is a rank 2 tensor. ممكن يبقى upper, ممكن يبقى lower. وممكن يبقى عندي حاجات تانية upper وشوية ولور شوية
وشويه ابر وشويه لور. طب اللور والابر ده يترفع ويتنزل؟ اه العلاقات بينهم البعض بالجين عادي خالص زي ما رسمنا من شويه، مفيش اي مشكله خالص. يعني يعني دي مش 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 قضيه خالص. انا ممكن اجي اقول لك مثلا ايه التنسور بتاعي تي اي ان كي، ممكن جدا اكتب حاجه زي كده ان تي جي ان كي وعندي متريك تنسور اهو في سميشن على الجي، كاني بالظبط زي المعادلات اللي انا عملتها من شويه لما جيت قلت لك في اي بتساوي جي اي جي يو جي مثلا، اهو نفس الحركه بالملي بس انا بطبقها على مالتيبل دايركشنز. ادي كل الحكايه. ولذلك مفهوم التنسور مفهوم مش معقد، هي مالتي دايركشنال كوانتيتي ليس اكثر ولا اقل. لكن عندي سلايد فيها اكزامبلز هنوصلها هنوصلها. طب يعني انت عايز تقولي ان اي مجموعه ارقام اجيبهم والزقهم في بعض تعمل لي تنسور؟ لا لا معلش بقى، مش في الماثيماتكس ما فيش في الكلام. انا هذه الارقام لابد ان تخضع لشروط معينه زي الفيكتورز برضو، ما احنا اتفقنا ان الفيكتورز ار تنسورز. طيب هل اي ثلاث ارقام اجيبهم والزقهم في بعض يبقوا فيكتور؟ لا طبعا مش كده. انا هعرف لك اول حاجه، هقول لك ايه؟ هقول لك اي فيكتور في الدنيا has to transform. يعني ايه transform؟ يعني يتغير. ممكن التغيير يكون تغيير ان انا نقلته من مكان لمكان بارل ترانسبورت شغال، ممكن التغيير وده اللي يهمني اكتر يكون روتيشن. خلاص طب ابتدي معايا فيكتور في واعمل له روتيشن ان ان انجل ثيتا او روتيت الكورنت سيستم، هي هي مش فارقه كتير. في حاجتين هيحصلوا، نمره واحد الكومبوننتس هتتغير صح، بدل V1 و V2 في الـ في الـ old coordinates هسميها V1 prime و V2 prime في الـ new coordinates لأني عملت rotation، بس بشرط إن الماجنيتيود بتاع الفيكتور لم يتغير. ولذلك هحط condition إن VI prime VI prime بتساوي VI VI. الـ condition دي بتبقى أهمية لأن الفيكتور اللي تدوره ويطول ويقصر ما هوش فيكتور، تعريفه باز لهذا الشيء. دي نقطة في منتهى الأهمية. أنا أقدر أصيغ هذه الـ conditions in matrix form. اجي اقول لك الفيكتور بتاع الكومبوننتس بتاعته على الشمال اهي والكومبوننتس القديمه اهي، وفي ماتريكس لما تدربوا في بعض يديني الكومبوننتس الجديده، بس بشرط ان هذا الماتريكس يخضع لقاعده ان انت لو ضربته في الانفرس بتاعه يديك ايدنتيتي. ليه؟ علشان من غير كده يحصل فايوليشن لدي ان الدوت برودكت الجديد مش هيساوي الدوت برودكت القديم. They have to be the same. انا بقى بس ما بتعملش ما بكتبهاش بصوره تنس ماتريكس قوي، بس هي التنس الماتريسز بتبسط الامور. انا هكتبها في صيغه تنسورز، فهعرف حاجه ليها تو اندسيز اللي هي هذا انا هسميها الترانسفورميشن تنسور لامدا لامدا، ولامدا دي ليها تو اندسيز، واحد ابر في النيو كورنتس هديله برايم، واحد لور في الاولد كورنتس مش هديله برايم. ولذلك هي تعتبر 3 باي 3 ماتريكس. طبعا ده 2 دايمنشنال، بس احنا لو كلمنا 3 دايمنشن هيبقى 3 باي 3 ماتريكس. الكومبوننتس بتاعته هي نفسها الكومبوننتس اللي انت متوقعها للروتيشن بتاع الماتريكس، كوساينز وساينز بالطريقه المضبوطه، بحيث ان لما تيجي تقول لي ما هي النيو كومبوننتس اوف ا فيكتور في، بتاخد الاولد كومبوننتس اوف ذا فيكتور في من غير برايم وتضربها في الماتريكس. هذا الشرط لابد ان يتحقق بحيث ان ينتج عنه ان vi prime vi prime تساوي v upper قديمه وv lower قديمه. لو ما تحققش ده يبقى انت لو ما تحققش الاثنين دول يبقى انت ما بتتعاملش مع فيكتور، تتعامل مع وجود ارقام ما لا تؤدي له. هو ده شرط الفيكتور. ده شرط الفيكتور. هو ده شرط. انا بقوله ليه؟ لان هو ده نفسه شرط التنسور. بالظبط. ما هو التنسور ما فيش اي مشكله خالص. اهو انا المره دي بقى بدل ما بقى عندي 1 اندكس انا عندي بقى تنسورز بقى. تنسورز بقى يعني ايه؟ مثلا على سبيل المثال عندي لسه اي تنسور كده يخطر على بالك، ليتس سي جي برايم كي برايم، والاولد كورنتس هو كده اي جي كي. لازم كل واحد من الاندسيز القدام يروح للاندسيز الجداد باستخدام 1 لامدا، فانا عندي 3 اندسيز فيبقى عندي 3 لامدا. عندي سميشن اهو جي كي جي برايم كي برايم اي اي برايم اهو. لاحظ ان انا عندي هنا تريبل سميشن، لو كتبته وعملت له اكسبانشن هقعد فيه ثلاث ساعات.
هنا قوة السميشن كونفنشن اللي انا كنت بتكلم فيها من شوية. فإذا كان التنسور بتاعك ارقامه او محتواه بتخضع لهذه الترانسفورميشن رول يبقى ده اسمه تنسور. يبقى مجموعة الارقام دي بتشكل ماتيماتيكلي ما يسمى باسم التنسور. التليفون بيقول لي الساعة الأولى خلصت فنتوقف هنا ناخد بريك تلت ساعة ونكمل. مش نفسها نخش في تفاصيل اكتر من كده، بس لو دخلنا في السؤال مش هنقدر نخلص في الوقت بتاع اللينك دي فيها تفاصيل اكتر اللي هو كده. يعني انا زي ما بقول انا عارف ان انا ما حدش يشربها، يعني عمق التحليل مش بالدرجه اللي بعض الناس تفضلها، متفق تماما، ولكن انا عايز اوصلك ليه. اولا فيري اليمنتري اندرستاندينج ما كنت فاضي، وخصوصا الجنراتيفيتي ليها سمعه انا شايف انها سمعه غير مستحقه، يعني انها صعبه ومش عارف يعني مش صعبه ولا هي تعميم لمفاهيم معينه بشويه فيزيكس هنتكلم فيها. عكس انا بالنسبه لي كوانتم ميكانكس صعبه جدا من الجنراتيفيتي، يعني اللي هو القصه ثانيه. المهم فانا هنا هعمل ابديت بقى، هعمل ابديت للي ما انا سميته من شويه مينيمال سبستيتيوشن. هقول لك ايه؟ هقول لك المينيمال سبستيتيوشن كالاتي. ابتدي معايا بأني لو اوف فيزيكس تحبه، وبعدين اكتبه ان كارتيجيان كوردينتس في الاندكس نوتيشن. الوصفه خلاص، شيل الاشعاع اكس وحط الاي واحد، شيل الاي وحط الدي اي كده. انت خليته يشتغل ان كارتيجيان، خلاص اشتغل ان كارتيجيان. اعمل بقى السبستيتيوشن اللي اتفقنا عليه، بس هضيف عليه حته زياده، شيل الدلتا وحط الجي، شيل الاي وحط الجي، وشيل البارشال ديريفيتيف وحط الكوفالنت ديريفيتيف. وجوه الكوفالنت ديريفيتيف في ايه؟ الكريستوفر سيمبلز اللي هي لازمتها ايه؟ تصحيح البارالل ترانسفورميشن. بس خلاص كده انت خلصت ده. وات يو اند اب ويز بقى انا بسميه كوفاريانت فورمولا، يعني فورمولا تشتغل في اي كوردينيت سيستم ايا كان هذا الكوردينيت سيستم. امثله سريعه في كلاسيكال ميكانكس، ابسط حاجه تيجي تعرف لي كلاسيكال ميكانكس اهو يا سيدي، ادي الفيكتور، البوزيشن فيكتور بتاعك عباره عن ايه؟ كومبوننتس اكس واي، خلاص الدي ار دي اكس واي، الفيلوسيتي اكس دوت واي، وهكذا. شيل كل بقى وحطها السميشن كونفنشن والسميشن اوفر ديسيز والكلام ده كله، واعمل مينيمال سبستيتيوشن، شيل الاي وحط جي، خلصت خلاص. مع الاخذ في الاعتبار، مع الاخذ في الاعتبار ان الاكس دي مش هي الاكس دي، الاكس دي كارتيجيان، الاكس دي نون كارتيجيان، هعمل لها لامدا بقى اللي هي الترانسفورميشن فيكتور بتاعها واطلع قيمتها. انا وانس ان انا حطيت هذه المينيمم سبستيتيوشن هذا الرول اصبح عندي كوفاريانت فورم. كلا سبيل المثال للحصر نيوتن سكند لو، وده مثال في منتهى الاهميه ليه تطبيقات الجنراتيفيتي حتبان. اف اي بتساوي ام اكس دبل دوت اي، ماشي خلاص اكتبها ان نون كارتيجيان بدل اكس دبل دوت اي، هيطلع لك قيم بقى فيها الكريستوفر سيمبلز لان انا دخلت بالتفصيل وشلت الديريفاتيفز وحطيت اللي عملت البتاع، طلع لي حاجه بهذا المنظر. إذا الفورسز بتاعتي هنا أو الإف إيكوال إم إيه بتاعتي هنا بقت كوفاريان، بمعنى إن إذا كانت دي كويسة في الكارتيجيان دي كويسة في كل ما هو نون كارتيجيان، وحيث إنك بتحط الكريستوفر سيمبلز بقيمتها النون كارتيجيان. هقول لك حتة صغيرة كده يعني صغننة قوي بس جاست نوع من الإيه اللي برضه ربط الماثماتكس بالفيزيكس. أحيانا بيبقى فيه فيزيكال مينينج للكريستوفر سيمبلز. شوف الحركة اللطيفة دي. أدي معادلة إيه؟ f m x double dot زائد n gamma x dot x dot velocities بهذا المنظر. شيل الترم ده وانقله لي الناحيه الثانيه، يعني شيله من ناحيه الاكسلريشن وانقله لي ناحيه الفورسز، كان عندي تو تايبس اوف فورسز f equal ma. دي الفورسز العاديه بتاعتي، تفتكر دول ايه؟ جرافيتي. ممكن بس مش ضروري، دول نون انيرشال فورسز. حضرتك لما تيجي تقول لي مثلا انا بلف في دايره مش بتحس بفورس بتزقك لبره؟ نون انيرشال فورسز. فانا لو كتبت ده ان بولار كوردينتس الكوانتيتيز ديت هتطلع لي الفورس اوف سنتريفيجال فورس اللي بتزق حضرتك لبره. اذا الكريستوفر سيمبلز قد يعني كان اكواير سم فيزيكال مينينج ديبيندينج على الفيزيكال سيتويشن اللي بنتكلم فيه. دي حته صغيره. محمد نط لقدام، نط لقدام قوي عشان يلخبطنا بس ايه. طيب امثله ثانيه برضو علشان ما بقاش سايب وانت معاك ماثماتكس بس وما انت ما شفتهاش في الفيزيكس. امثله ثانيه ميكانيكا سنه ثالثه ولا سنه ثانيه حضرتك
فتيجي تقول لي مثلا ايه عندي ريجيد بودي والريجيد بودي ده بمثله كمجموعه من الماسز وبحسب الانجلر مومنتم بتاعه. الانجلر مومنتم بتاع ريجيد بودي از بروبورشنال تو ذا كومبوننتس اوف ذا انجلر فيلوسيتي اوميجا. البروبورشناليتي عباره عن بتاعه كده ليها تو انديسيز انا بسميها ال مومنت اوف انيرشيا تنسر. تنسر الله ده تنسر يا جماعه ده بينطبق عليه الترانسفورميشن رول بتاعت التنسر. ده التنسر اللي انا اقدر اكتبه بهذه الصيغه او ايا كانت اللانجوج اللي بتكتبها بيها واقدر اغيره من كارتيجيان لسفيريكال ومن سفيريكال لإليبتيك ومن إليبتيك لبارابوليك والعب فيه زي ما انا عايز لانه it follows the same exact rules of tensor. انا مجرد بقول لك مثال لحاجه شفتها انت قبل كده وحاجه انت عارفها. وهنا بقى انا هحتاجك يا احمد يا صبري علشان انا هخش في تخصصك. ده انا عندي كمان في الالاستيك ثيوري اللي هي اللي بتقول لي اللي فاكرين بقى الاستيكه اللي ضغطت عليها من الجنب دي وحصل لها انبعاج من ناحيتين وبتاع. ده انا عندي ماثيماتكس لهذا الكلام. انا بعرف حاجه اسمها الستريس تنسور تو رانك تنسور وبعرف حاجه اسمها سترين تنسور انذر تو رانك تنسور. الستريس تنسور الكومبوننت بتاعته هي الفورسز في اليونت اريا اللي على كل سطح جوه فوليوم خلاص. والسترين هو نتيجه هذه الفورسز اللي هي بيحصل لها انبعاج في اتجاهات مختلفه. طب انا محتاج تنسور بقى ده هو ده مربط الفرس ده هو ده اللي انا بعمل بيه ده انا اخترعت التنسورز عشان خاطره ان انا بزق من ناحيه تروح مطلعه لي من الناحيه الثانيه وبروبورشناليتي ما بينهم ده تنسور اثنين فوق واثنين تحت ده فورس رانك تنسور اللي هو تعميما للستيفنس كونستانت بتاع هوكس لو لذلك بيسموا ده احيانا الستيفنس تنسور ده فورس رانك وبرده بيترانسفورم بنفس الطريقه. فالسمعه بتاعت ان مفيش تنسورز غير في الريلاتيفيتي مش صحيحه. انا عارف ان في ناس بتعتقد ذلك ما في مش صحيحه خالص. انت كنتينو ما كانش كلها من اول اخرها تنسر بالذات والدايركشنال والريجيد بودي والكلام ده كله والريفراكتيف اندكس ريفراكتيف كوادروبول تنسر في الالكتروستاتكس. ده انت عندك اسئله كتير الكوندكتيفيتي في التنسر كوندكت يعني اي حاجه مالتيبل دايركشن لازم بقى تخصص لكن اكيد في كلها حاجات بتاع ومن مفيش اصلا كده. فالتنسرز هذا هو معناها وهذا هو الترانسفورميشن رول بتاعتها. طيب انا دلوقتي سو فار بكلمك على الكوفاريانس وكان تعريفي للكوفاريانس ان هو روتيشن او اندر روتيشن باخد الفيكتور وبعدين روتيشن. هل ده هو الكوفاريانس الوحيد اللي موجود عندي في الفيزياء؟ لا ده انا عندي كوفاريانس ثاني برضه انت عارف بقى برضه انت عارف انا بسميه جاليليان كوفاريانس. هنا بقى الكوفاريانس معتمد على السرعات. خدتها انت في سنه اولى دي تو ريفرنس فريمز اكس واي وواحد ثاني اكس برايم واي برايم سميهم انيرشال لان هم يا اما اترست يا اما موفينج وذ كونستنت سبيد ان ستريت لاين. واحد ماشي بالنسبه للثاني كوردينيتس بتاعت نقطه. عرفت الكوردينيتس بالنقطه بالنسبه للكوردينيت سيستم اكس برايم واي برايم وعايز تحسب الكوردينيتس بالنسبه للكوردينيت سيستم الثاني. الله ده ترانسفورميشن. ده انا عندي كورنت سيستم وبنقل المحتوى منه لكورنت سيستم تاني. اه مش روتيشن زي اللي شفناه من شويه ولكن اتس اكزاكتلي ذا سيم كايند اوف ترانسفورميشن. ده انا اقدر احط ترانسفورميشن ريليشنز توصف العلاقه ما بين الكورنت دي اللي انا بسميها اللي هي الجاليليان ترانسفورميشن زي ما حضرتك عارف واخد بالك. لا ده انا هزيدك بقى من الشعر بيه احنا قلنا جمله تخلي الواحد كده يحس ان هو بيفهم شعر. هزيدك من الشعر بيه بس في الفيزياء. ده انا هصيغ الجاليليان ترانسفورميشنز in tensor language هلعب فيها بس هكتشف حاجه غريبه قوي. علشان الجاليليان ترانسفورميشن انفولفز تايم انا مضطر اضيف تايم في المعادلات بتاعتي. الماتريسيز اوف ترانسفورميشن مش هينفع تفضل 3 دايمنشنال انا لازم اضيف عليها رو اند كولوم واخليها 4 دايمنشنال بحيث انا عندي اهو شوف دول كتبتهم ماتريكس ترانسفورميشن بس اضطريت اضيف تي تي الجديده وتي القديمه صح هم بس مضطر اضيفهم عشان الميتريكس مالتيبيكيشن ينفع. كاني بقول لك ان الزمن هو البعد الرابع بس في جاليليو مش في اينشتاين بلعب. طبعا هنا لا ما هوش فيزيكال ميننج قوي يعني زي ما بنتكلم في السلايد اللي بعديه ولكن هو لعب بيحقق الشروط بتاعتي. اصبحت الترانسفورميشن بتاعتي اللي هي اكس ميو بتساوي لامدا مالتيبلاي باي اكس برايم او العكس بتديني بالظبط النتيجه اللي انا عايزها بشرط ان ناو الانديسيز بتاعتي هتعد اوفر 0 1 2 3 1 2 3 اللي هو اكس واي زد عادي
وزيرو هو التايم. خلاص؟ اذا هنا انا اقدر اكليم ان انا عندي كلاسيكال تو كايندز اوف ترانسفورميشنز. روتيشن اخد الفيزيكال بروبلم واروح بدورها في سبيس واضيف اللامدا اللي بتنقلني من هنا لهنا. وعندي جاليليا انا هاخد الفيزيكال بروبلم واحطها على العربيه ماشيه. هنقلها من كورنت سيستم ثابت لكورنت سيستم بيتحرك. واقدر لو عايز هتلاقي في النوت كومبايند الاثنين مع بعض. يا سلام عربيه وحطيتها وبعدين خليت العربيه تلف وتمشي على متحضر كومبينيشنز بقى. بعمل ايه؟ كل اللي بعمله ايه؟ اخد اللمده دي واروح ضاربها في اللمده دي واروح ضاربها في اللمده دي واروح ضاربها في اللمده دي تديني اني ترانسفورميشن من اي كورنر سيستم موفينج او مش موفينج زي ما عايز. ما عنديش مشكله از لونج از انه انيرشال كورنر سيستم. خلصنا كلاسيكال ميكانكس. خش علينا بقى عم البرت سنه 1905 لاسباب انت عارفها لانك درست سبيشال ريليتيفيتي. البرت اينشتاين ديسايدد انه في تو رولز لازم اللوز اوف فيزيكس تلتزم بيها سميها الاينشتاين بوستولز. الرولز دي نمره واحد معروفه بالنسبه حتى معروفه لجاليليو ان هي the laws of nature have the same form in all inertial non-accelerating reference frames. هو ده اللي احنا عمالين نقوله من الاول. مش مشكله خالص وجاليليو كان عارف الكلام. الرول الجديده بقى ان the speed of light c in vacuum is constant as measured by any inertial observer. دي بقى تبوظ لك الدنيا. دي تبوظ لك الدنيا. لانك هنا بتدعي ان مهما كانت سرعتك از لونج از السرعه ثابته انت بتشوف سرعه الضوء بنفس السرعه اللي شايفها اي واحد تاني. الرولز اوف بوزيتيف. انا بقى هنا مضطر ان انا اعيد حساب كل ما سبق. لان انا دخلت حاجه جديده في شروط اللعبه. اقدر اثبت لك وانت بتثبتها فلذلك انا هعدي في الموضوع ده بسرعه. انا يعني قالوا لي انكم كويسين في سبيشال ريليتيفيتي فهمشي بسرعه. اقدر اثبت لك ان تو انيرشال اوبزرفرز ويل ديس اجري اون سبيشال ميجرمنتس. مسطره بقى واللينس كونتراكشن واللعب اللي انت عارفه. والبارن بارادوكس والحاجات الجميله دي. They will also disagree on time. Time dilation والساعه هتتبطل والفيلم هيمشي مش عارف ازاي وهيمشي مش 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 بس اللطيف بقى في الموضوع ان even though they will disagree on dt, dx, dy and dz هيتفقوا على هذه الكوانتيتي بشرط ان في ماينس ساين. ما دام كل الاوبزرفرز will agree on this quantity in any coordinate system هسميها كوفاريانت كوانتيتي. هو ده معنى الكوفاريانس. هي كوانتيتي كل الناس هتتفق عليها مع انهم مش هيتفقوا مع محتواها على الكومبوننتس بتاعتها. طيب عادة لما انت سيادتك بتشتغل سبيشال ريليتيفيتي في مثلا مودرن فيزكس اعتقد ان المودرن فيزكس بتتعلمها ستاندرد في جميع انحاء العالم بتاخد نفس الكورس هو هو مفيش مشكله. وعادة بتقعد سبيشال ريليتيفيتي مده طويله على ما توصل للمعادله دي. وانا دايما حتى ما اسال غالبا يعني ان المعادله دي بتبقى اخر محاضره. خد بالك انا بقى العكس. انا بقى ببتدي من المعادله دي. لان هذه المعادله ارجع للسوفت سايد دلوقتي حالا. هذه المعادله ليها انتربريتيشن في منتهى الاهميه. وهذا الانتربريتيشن يبنى على ما سبق. لاحظه هذا الرجل هيرمان مينكاوسكي. مينكاوسكي بقى كان ماثيماتيشن وبص على المعادله دي وقال لك دي شبه البايثاغوريان ثيرم بس فيها حته زياده. اذا هذه المعادله كان بي انتربريتد از ا متريك زيها زي المتريك العادي ان 3 دايمنشنز اللي انت كنت بتتكلم فيه. وهنا بقى انا عندي اكسترا دايمنشن بدل ما كنت اكس واي زد بس انا بقيت اكس واي زد ان تي. اذا انا عندي متريك جديد وهعرف الانديسيز بتاعتي زي ما عرفتها من خمس دقائق عادي خالص اكس 1 واكس 2 واكس 3 بس هضيف عليها تايم. اكس ابر 0 هحط سي تي. اكس لور 0 هحط نيجاتيف سي تي. بحيث لما اجي اخد دوت برودكت بتاعهم زي ما عملنا من شويه يطلع لي الماينس ساين اللي انا عايزها اللي انا كنت حاططها في هذه المعادله. خلاص؟ عرفت الفور دايمنشنال سبيس وعرفت المتريك بتاعه. كل حاجه قلناها قبل كده هاخدها زي ما هي كده الى ليله واروح حاططها هنا. كل اللي هعمله ان هغير المتر بدل دلتا او بدل جي هحط الكومبوننتس دي. في واحد حمسها كده قال لي ايتا. هما بيسموها ايتا فعلا. ايتا ميو نيو. هذه الايتا ميو نيو از ماتريكس زيها زي جي من جي اي جي
وزيها زي دلتا اي جي بس هو 4 دايمنشنال ماتريكس في هذه الحاله الكلمه بتاعه دي بالك لو حبيت تكتبها في صيغه ماتريكس هتطلع لك بهذا الشكل ادي الاي تا نيو نيو ماينس 1 1 1 0 بهذا الشكل واقدر برضو اعرف واحده ابر يا سلام زي ما عرفت دلتا ابر وجي ابر بقى مفيش مشكله شروطها ايه الابر شروطها ان اللي ضربت الماتريكس ده في الماتريكس ده يديني ايدنتيتي ماتريكس لما تفكر فيها كده هتلاقي هي بقى في الحاله دي اصفر هنا اصفر هذه طب يعني انا ممكن هنا بقى اسيبك واروح لان انا خلاص انا اديتك الاساسيات سبيشال مش هروح بس يعني على الاقل ايه نبقى خلصنا المحاضره اللي اديتك اساسيات سبيشال اكتيفيتي بناء على بصمك كل اللي بقوله لك ايه شيل اي جي كي حط ميو نيو جريك ليه لان العد هنا بيبتدي بالصفر تايم اند سبيس شيل دلتا حط ايتا شيل مش عارف ايه حط ايتا بالظبط عد التوزيع انا في سلايد عنطتها عشان كنت عايز اجري بسرعه انه دي امبورتنت بروبرتي اوف ذس دي اس سكوير هنعوزها كمان شويه فانا لازم احددها لك ان انا لو بتكلم دي اس سكوير دي قيمه هيتفق عليها كل الناس مفيش مشكله لو انا بتكلم على motion of a particle that's moving slower than light ds squared is less than zero لو faster than light احنا عارفين انه مستحيل ds squared is greater than zero لو ds squared بتساوي zero بالظبط يبقى انت ماشي at light speed exactly دي property مهمه المفروض شغال لا شغال لا مش حاسس انا صوتي طيب الناس بيشتكوا مني في التزويق بيجي في المحاضرات اللي جاب بيخبط ويقول وطي صوتي كله تاني مش هفتكر بس بقى حسيت كده انه بيشتغل كل معادي جنبه خلاص ادي البتاع فانا بقول انا بدعي ان دي ايتا نيو نيو از ا جنراليزيشن اوف دلتا اي جي يعني الكارتيجيان متريك اللي كان فيه دلتا اي جي هستبدله بالمنكهاوسكي كارتيجيان متريك اللي انا هحط ايتا نيو نيو فقط لا غير however I can also write special relativistic calculations in non-cartesian coordinates وماله حاجه ما بنركزش عليها قوي في احيانا في بعض المحاضرات انا اقدر اكتبها كده حيث ان جي ميو نيو دي هي زي الجي اي جي بالظبط يعني هنا في جي 1 1 وجي 2 2 وجي 3 3 زيها زي الثانيه بالظبط بس هنا في ماينس 1 فقط لا غير مثلا سبيشال ريليتيفيتي ان سفيريكال كوردينيتس اهي دي اس سكوير هضيف الماينس دي سكوير دي تي سكوير تيرم وهضيف واكتب عادي 3 دايمنشنال سفيريكال كوردينيت دي ار سكوير وار سكوير جي 1 1 بتساوي 1 جي 2 2 بتساوي ار سكوير جي 3 3 بتساوي ار سكوير تساوي سكوير مفيش مانع يعني ما عنديش مشكله ولذلك انا بقول انا بقى السبيشال ريليتيفيتي هنا اصبحت العمليه بالنسبه لي ان انا عممت الكلام كله لحاجتين جداد الحاجه مش جداد الاولانيه زي ما هي الروتيشن زي ما هو مفيش اي مشكله سبيشال ريليتيفيتي كان اولوز روتيت زي ما عملنا وسايد ديتا وسايد ديتا مش قضيه خالص بس انت بتضيف عليها حته زياده اللي هي بتاعت التايم ديت. طيب كل حاجه بقى عملناها قبل كده هتبقى هتتعاد كتابتها زي ما هي بالظبط يعني مش مشكله خالص بس كل اللي هعمله ان انا هغير الانديسيز هعرف 4 دايمنشنال فيكتورز انها في ابر ميو اي هات ميو كارتيجن خلاص هنشتغل كارتيجن عرفت منين كارتيجن؟ ان دي اي حيث ان من شويه كانت اي دوت اي بتساوي دلتا دلوقتي اي دوت اي بتساوي ايتا شيلوا قلبوا وحطوا شايين مفيش ابسط من كده اشيل حاجه واحط حاجه في دوت يو من شويه كانت في اي في جي دلتا لا بقت في ميو في نيو ايتا تعريف اللور والابر علاقتهم ببعض بدل دلتا حط ايتا او جي لو عايز بس انا خلينا كارتيجيان للسهوله الارثوجوناليتي كونديشن البارشال ديريفيتيف كان دي اي دي باي دي اكس لا خليها دي ميو دي باي دي اكس حيث لما تبقى بزيرو يبقى تايم ديريفيتيف لما تبقى مش بزيرو يبقى سبيس ديريفيتيف انا عملت لابلاس يا سلام لابلاسيان ده لابلاسيان بالذات بقى ده مخيف قوي لانك لما تيجي تطبق الرولز ايتا بارشال بارشال يطلع لك اوبريتور انت برضه عارفه ده لامبرت اللي هو بتاع الويفز والحواديت دي كلها يعني انت اوريدي عندك هنتس في اللي انت عارفه ان الدايم انت فوق الدايمنشن مش مشكله خالص انا بالنسبه لي انا كبتاع ريليتيفيتي ابص على معادله زي دي واقول لك اه ده لامبرت اوبريتور از اونلي ذا لابلاسيان بات فور دايمنشنز مش ابسط من كده